أنواع خروف العيد وعن أكثرها جودة، والجودة لها ميزتها يكاد يطوقها السردي أفضل السلالات وأكثرها شهرة. منطقة بن مسكين موطن أصلي لهذا الخروف، فيه يحرص المربون على الاعتناء بهذه السلالة، دفتر صحي أو أيضا مراقبة دورية. بعض من تفاصيل الجودة في بن مسكين، حيث المناخ المناسب والمراعي الشاسعة. عن صحة القطيع يدور روبورتاج عبد الرحيم بوحديوي، تحرير جليلة بن فتان. أعمارهم لا تتجاوز 10 أشهر، يتم إعدادهم للعرض بالأسواق كأضاحي للعيد. هنا بابن مسكين نواحي البروج، المنطقة تشتهر بتربية قطيع السرد، نوع مميز لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، مما يجعل المربين يتبعون نظاما خاصا في تربية هذا النوع منذ ولادته، خصوصا عبر احترام برنامج التلقيح. التلقيح ديال التسمومات المعوية كتكون 2 مرات في السنة، في كل مرة كيكون فيه تغيير ديال التغذية كيكون لازم يكون تلقيح. بالنسبة للخرفان كيكون التلقيح ديالهم على شهر، ومن بعد شهر تيتم التلقيح الثاني، من بعد تيولي بحاله بحال الأم ديالو. ولاحترام خصوصية هذه الفصيلة من الأكباش، تخضع لنظام غذائي صارم يتم بإشراف تقني متخصص، والعلف مكون من مواد طبيعية يحرص فيها مربي الماشية على احترام الجودة حتى نحصل على أضحية بمواصفات خاصة. ملي كنت صغير كنعطيو السكاليم ديال الحليب للمو باش الخروف كيتربى، وعاد كنبداو نعطيو في القرشان ديال بين الذرة والفول والشعير، نرقوه ليه مزيان حتى كيتربى، حتى كيمشي بديك السيره ديال باش ما يتمرد والو، وكتعاود تجلب ليه. ملي كتبغي تغير له الماكله كتعيط على التقني كيعاود له الفاكسه ديالو باش يجلب. ملي كيتزاد الخروف كيتزادوا في يدك 3 كيلو 4، وهو كيبقى يتربى ويتلقح، وعندنا التقنيين ديالنا اللي تابعين هذا الشيء. هذه المعايير يتم احترامها من طرف كبار المربين، لكنها لم تتأتى للمربين الصغار الذين اعترضتهم هذه السنة مشاكل عديدة بالمنطقة ارتبطت أساسا بعامل الجفاف. وتفاديا لحدوث أي فيديو، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، كما لا تنسى مشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. زيارتك على الموقع تسرنا، فلا تتردد، شاركنا بنصائحك أفكارك وانتقاداتك، كما يمكنك الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني